تبقى زي النهارده. بجد المرابعه كمان كانت كويسه, ما كانش في اصلا مشاكل زايبينها ما مسددين, بس كل واحد ياخد مضروبه كلها مضروبه. النهارده الحمد لله كان يوم جميل, والحمد لله الطلبه طالعه زي ما انت شايفه حضرتك طالعه كويسه, والتامين من الخارج وعلى اسوار المدرسه التامين كان ممتاز, والحمد لله ما فيش اي شكوى النهارده, والحمد لله هذا بفضل تعليمات السيد مامور مركز بردبيس والسيد نائب المامور العقيد احمد الدسوقي.